أرم بقى وحده نشدو هذا ها ها شنو الشكايات؟ لا لا واش لا 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 هي وحده واش شنو قال لك بيجي عندك احنا في لايف إذا صباح الخير ومرحبا بكل متتابعي ومتتابعات قناة شوف تي في من خلال هذا المشهد. نتمنى لكم الصحة والسلامة والعافية وأنكم تكونوا على يعني أموركم تكون على خير. طبيعة الحال اليوم نتواجدوا على مستوى جامعة سيدي عبد الله غياد التابع على دائرة سيدي عبد الله غياد إقليم الحوز مع الممثل الحسن مليح هو الممثل المغربي لنصرة حقوق الإنسان هنا بفرع إقليم الحوز. باش نوقفوا على مجموعة ديال الخروقات اللي تقوم بها المجلس الجامعي السابق وكذلك الحالي من خلال يعني الأحداث يعني التصويت على من خلال دورة ديال المجلس على دراسة وتتبع هذا الطريق اللي تشوفوا على مستوى سيدي عبد الله غياد وتشوفوا انهم ما زالت على متتابع على خلال مباشر يعني حتى شي حاجة من الرياضات متتابعين. بالإضافة انه تسليم رخص ديال يعني المحلات للصلح وبيع المواد للبناء. فندخل من خلال المباشر هو قرنا اكثر من خلال المباشر من المشاكل اللي تعاني مع الملفات ديال الخروقات وتزيد المال الان بس